ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. منورين في فيديو جديد. طبعا النهارده فيديو مش رياكت، فيديو عادي جدا، هنتكلم وندردش مع بعض، وان شاء الله ان شاء الله يومكم النهارده سعيد ومبسوطين وفرحانين باذن الله. ولو انت اول مره تشوفني، اسمي عبد الله محسن، والشهره طبعا جامبو زي ما الناس اللي نقعد في التشانل عارفيني. فلو انت لسه جديد، اشترك في القناه وفعل زرار الجرس وخليه كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد. طبعا زي ما انت شايف هنا درع الانستجرام اللي محدش خالص في الوطن العربي، دور مهما تدور تقولي درع انستجرام، مفيش اصلا حد يا جامبو في الوطن العربي خالص حصل على درع انستجرام. لا هقولك يا باشا، انا حصلت على درع انستجرام، اول عربي يحصل على درع الانستجرام ودرع التيك توك المليون. مع ان دلوقتي هوريك الاكونت بتاع التيك توك بتاعي، هتقولي ازاي اصلا جبت درع التيك توك المليون، وطبعا درع اليوتيوب، ومحدش طبعا هيعرف يجيب حاجه زي كده دي، فاهمني؟ ممكن بقى يجي لك شويه اسئله كتير قوي وتحتار وتقولي ازاي ولماذا ومن اين لك هذا والجو الحمضان دوت. بس اهم حاجه قبل ما نبدا الفيديو، قولي ايه رايك في المنظر العام؟ جميل صح؟ اتبسط؟ مبسوط؟ المنظر جميل كده صح؟ يعني عجبكم اللوكيشن الجديد او السيت اب الجديد؟ الباك جراوند عامه عجبتكم ولا مش عجباكم برضو ولا ايه الدنيا؟ طيب انت ممكن دلوقتي يجي سؤال في دماغك وتيجي تقول لي، طب انا عبد الله كواحد اصلا بره عن اليوتيوب او بره عن الانستجرام او بره عن التيك توك او بره اصلا عن السوشيال ميديا، هل انا ممكن اعمل زيك واجيب الدروع ديت؟ هقول لك اه ممكن تجيبها. لو انت عايز تعرف الدروع دي هتجيبها ازاي بكل سهوله يا عم، مش الحوار هياخد منك بالظبط ساعه، يمكن نص ساعه على حسب شطارتك. تمام، اتفرج لحد الفيديو للاخر. يعني انت لو عايز تجيب اي درع من الدروع اللي فوق دولت، اتفرج بس لحد الفيديو للاخر، هو ده اللي انا طالبه منك. وفي اخر الفيديو باذن الله هتعرف ازاي هتجيب الدروع ديت. هتقول انا هجري، هقول لك هيفوتك كتير، هيفوتك كتير وكلها بالخطوات. فالعمليه سهله وبسيطه، 7 دقائق من وقتك، مش حوار يعني. قبل بس ما نبدا، اعمل لايك، جيش الجامبو حبايب قلبي يعملوا لايك ونوصل الفيديو ده اكبر عدد من اللايكات. تمام، قبل ما نبدا ونشرح لكم، احكي لكم عن حكايتي في السوشيال ميديا للناس اللي حابه تعرف، وكيف بدات ومين اول ناس عملت رياكت وهكذا، وانا بادئ سنه كام، واول فيديوهات ولا بدات اغاني ولا بدات رياكت. فهنبدا. بصوا، اللي انتوا متعرفوش ان انا بادئ يوتيوب من 2007. 2007 يا جامبو؟ ايوه 2007 يا جامبو. كان ساعتها اليوتيوب معمول من 2004 او 2005، يعني انا بادئ بعد سنتين 3 سنين قبل ما الناس والزغابه الحمام ديت تظهر. لان طبعا دلوقتي كله بقى يعمل فيديوهات. يعني لو واحد مثلا واحد جاب شويه بيض، امه عملت له سندوتش رز، المهم يعني امه عملت له اي حاجه، انا هعمل فيديو بسندوتش الرز، هعمل فيديو زي طبعا انتوا شايفين قنوات الاكل، واحده عملت فسيخ لجوزها، النهارده انا هطلع اوريكم الفسيخ بتاع جوزي. انا ست طباخه 100 100. فانا قبل الكلام ده خالص، انا من 2007 وكنت بعمل فيديوهات اللي هي ايه، اجيب اغنيه مثلا، اجيب اغنيه شعبيه واحط عليها صوري، اجيب اغنيه واركب عليها صوري انا واصحابي وهكذا. بعدين بدات اعمل فيديوهات، بس ما كانش تيك توك ساعتها، كنت مثلا ايه الاغنيه تشتغل وانا اغني مع الاغنيه، بس ما كانش ساعتها في تيك توك. بعد كده ظهر داب سماش، برضه عملت داب سماش. تمام، بس كل ده انا ما كنتش مشهور. امتى بقى بدات شهرتي؟ بدات شهرتي في 2000، ممكن هقول لك 2000 وكام، 2009 بالاغاني. بدات اغني من 2009، كان ليا تجربة 2008 غنيت راب. تمام، طفل بدون سلاح، ممكن تبقى تسمعوها على اليوتيوب، قديمة قوي، كنت ساعتها لسه صغير، كان عندي ساعتها 14 سنة 15 سنة، شوف عشان تعرف من زمان قوي. عملت الأغنية ديت وأنا اللي كنت بسجلها، وأنا اللي كنت عامل كل حاجة، وأنا اللي كاتب وكل حاجة، كنت بغنيها لأطفال فلسطين. طبعا تحية كبيرة قوي لأهل فلسطين لو بيتفرجوا علينا. وبعدين بدأت أعمل بقى فيديوهات بقى عبيطة، الشيبسي هتلاقي حاطط فيديو الشيبسي هنا اهوت دوت، مش عارف بقى من 2009 او 2010، هتلاقينا على الشانل ده موجود، لان في فيديوهات عبيطه مسحتها، وفي قناه تانية كانت عندي بس اتقفلت، هي موجوده الفيديوهات فيها موجوده بس انا نسيت الباسورد والايميل وكل حاجه.
طيب هتيجي تقولي طب هو مين اول واحد عمل رياكت في مصر؟ اللي انا لما جيت اشتغل انا بقى كان في واحد اسمه عترة ريكورد، يمكن اول مره اقول الكلام دوت، عترة ريكورد ومهاب شادي. بس مهاب شادي ما كانش يوتيوب، كان فيسبوك عشان للشهاده. انا بحب بص ما بقعدش بقى احور في الكلام واقعد اقول لك انا والحديد التاني، لا ما كانش فيه الا الاثنين دولت بس، ما كانش فيه الا الاثنين دولت بس. بدات اشتغل 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 اشتغل، ساعتها ظهر لي احمد فيدي وطلع ان هو شغال يعتبر معايا، يعني اول ما انا نزلت هو كان منزل معايا. تمام، دي برضو ايه شهاده للحق عشان ما نقعدش لف ولا الدور، بس يعني كده هوت. والله خدوا مني الكلام ثقه، ما كانش فيه الا عتره ومهاب وانا واحمد فيدي على اليوتيوب. بعد كده ظهر قدامي محمد كيو وظهر قدامي احمد نجم، ويا باشا بالتواريخ هوريك اول فيديو رياكت انا عمله على اليوتيوب. ممكن يكون في ناس قبلية عملت رياكت بس ما تشهروش، توصل لك؟ يعني انا بغني من زمان، هل انا اتشهرت؟ لا، يبقى انا مش مشهور في مجال، انا بعمل من زمان، بس انا بقولك اللي انا شفته. انت رتب الاحداث في دماغك وظبطها وهتلاقي كلامي صحيح، وممكن تدور انزل عندي كده اهوت. هتقول لي يا جامبو اصل انت طلعت بالرياكت على التيك توك، لا 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 لا، ما طلعتش بالرياكت بتاع التيك توك، انا في فيديو ليا ضارب اسمه الشقور جايب 500,000، كان فيديو سناب، واحد بعت لي فيديو سناب على السناب قال لي اعمل عليه رياكت. ايام ما كانش اسمه رياكت، كان اسمه تريقه، بنتريق على الكليبات العبيطه، بنتريق على فيديوهات السناب العبيطه، وصل لك؟ ده جايب 500,000 عندي. وايام لما كان العيال هم قول معايا بينزلوا سيشنات، العيال في فميصه، من ام فاكر انت الجيل في فميصه؟ لو انت راجل تسعينات هتفهم جيل في فميصه، كنت بعمل عليهم رياكت اللي هو ياخد البت ويزنقها ورا الهرم، كان فيديو جمع عدي 800,000، بس انا مسحته عشان الواد دخل كلمني وكده هوت ومسحته. وايام زين عبد الرحمن مبروك دي على فكره دي قبل التيك توك، زين عبد الرحمن مبروك والحاجات دي قبل التيك توك ما يظهر، انت فاهمني؟ كان برضو اللي هم ايه بيتشهروا بالبوس والاحضان والجو دوت، يلا ربنا يغفر لهم يا رب، هم تابوا اصلا مش مهم عادي. فهي ديت القصه والحكايه. حابب تسال في تفاصيل معينه انزل اكتب لي في الكومنتات جامبو احنا عايزين فيديو زي ده تاني، فيديو زي دوت تاني، وانا احكي لك بالتفاصيل ايه اللي حصل وايه اللي تم وايه الدنيا. اي فكره في دماغك اكتبها لي تحت في الكومنتات، انتم منورين اقسم بالله العظيم، وانتم اللي بتشجعوني ان اعمل فيديوهات وكده اهوت، فالقناه دي بتاعتكم انتم. طيب في سؤال تاني ممكن يجي في دماغك وتقول لي طب ايه الفيديو بقى اللي شهرك جامد قوي في 2017 او اخر 2017؟ فيديو ليه نزلته كان اسمه اقذر ميوزيكلي كده اهوت، اقذر ميوزيكلي، بس الفيديو دوت جاب 4,500,000، محدش اصلا في الوطن العربي جاب الرقم دوت على رياكت على التيك توك. مين بعد كده؟ اوتاكا ابن الست الفتاكه خد العنوان دوت وبيعمله كوبي بيست، يعني اقذر ميوزيكلي الجزء الاول الثاني الثالث، حاسس ان هو في ايه بينزل شرايط، فاهمني؟ هو بينزل افلام الجزء الاول والثاني. فالعنوان كان هو شد الناس، وطبعا لو شد الناس والعنوان زي والفيديو زي الخرا ما كانش هيكملوا الاخر، كملوا الاخر جاب 4,500,000، محدش جابه، ما تدورش، محدش جاب 4,500,000، وخش شوف الفيديو عندي على الشانل هتلاقيه موجود. فده بدايه شهرتي بقى، ولو هو ده بقى جامبو كده اهوت. بس وبحبكم جدا، عايزين بقى طبعا تعرفوا الدروع ديت. الدروع دي اول حاجه دي روع، دي دروع انتيكه مش دروع حقيقيه، الدرع دوت والدرع دوت دروع انتيكه، تمام؟ وانت بتختار الرقم اللي انت عايزه. دي بيدج جميله جدا ومحترمه جدا، انا اتعاملت معاها وناس محترمه وغايه الذوق. هتقولي طب ايه الفرق بين الاصلي والانتيكه؟ الانتيكه انتيكه ما بيجيش مع ورق، اما الاصلي اللي هو درع اليوتيوب دوت ده اصلي، درع اليوتيوب الاصلي دوت بيجي معاه ختم، بيجي معاه توقيع من شركه يوتيوب او الناس اللي هي بتسلمك في شركه يوتيوب والختم معايا والتوقيع. اما دول الدروع انتيكه عاديه زي انت بتحطهم في البيت، وفي ناس كتير قوي ممكن يكونوا جايبينهم بس انت شفتهم عند جامبو بس. فدوت السر ان انا جبت الدرع الانستجرام ودرع التيك توك، وفعلا مش هتلاقي حد عنده درع انستجرام زي حرفيا، فاهمني؟ ولا حد يبقى عنده درع مليون وهو عنده 8,000 بس على التيك توك. فانتوا لو حابين كده اهوت هسيب لكم لينك الصفحه ديت، هسيب لكم اللينك الصفحه اللي هي بتعمل الدروع ديت، اي حاجه في خيالك هي بتعملها. ممكن تعمل درع بيجو لايف لو انت حابب، درع اي درع في دماغك هتلاقوا لينك الصفحه ديت تحت في الديسكريبشن، تمام؟ ليها لينك انستجرام ولينك فيسبوك ورقم الراجل اسمه احمد عز او عز، تمام؟ كلموه، اهم حاجه تقولوا له احنا من طرف جامبو، لان اي حد هيقول له انا من طرف جامبو اللي هو انا يعني هيبقى ليه خصم جميل جدا بتاع 30%.
فكلموهم، والاسعار على فكره رخيصه والدنيا جميله جدا وحاجه محترمه وشيكه جدا. وكان في اخر الفيديو معاكم عبد الله جامبو من قناه عبد الله جامبو، وزي ما قلت لكم لو حابين ان انا اعمل لكم اي فيديو في دماغكم او في خيالكم، وحابين ان انا اتكلم عن حاجه معينه، كل اللي انت عليك بس اكتب لي في الكومنتات او ابعت لي على انستجرام عايزين فكره كذا، عايزين موضوع كذا، وانا هدخل ابحث عن الموضوع واتكلم لكم فيه. وصباحكم او مساءكم بيضحك، وان شاء الله متفائلين ودايما في خير ودايما مبسوطين وسعداء. وسلام.